هوجه رسالة واجبة لنجمنا العالمي محمد صلاح. محمد صلاح بيتعرض من امبارح لحملة عجيبة وغريبة. لعمرنا كان عندنا لاعب زي محمد صلاح، وزمان كنا لما نيجي نتكلم على دروجبا، على صامويل ايتو كده، مع تقديرنا ليهم حاج ضيوف، مش كده يعني ماجر رابح ماجر، يعني مش كده. فالنهارده العالم يتغنى بمحمد صلاح، ونلاقي ناس من ولاد بلدنا يشتموا محمد صلاح ويهاجموا محمد صلاح انهم بيشجعوا ريال مدريد. استغربت من الحكايه. اولا مباراه الامس مباراه الفرصه الوحيده لريال مدريد، فرصه وحيده لريال مدريد طوال ال 90 دقيقه او ال 95 دقيقه سجلوا منها جون. حظ الله اعلم، صدفه الله اعلم، ولكن هي الفرصه الوحيده اللي راحوا بيها وسجلوها. امبارح صلاح لعب واحده من افضل ماتشاته امبارح، كان الحظ وكان كورتوا. هناك حارس مرمى تقول عليه اخطبوط كورتوا، صلاح بيشوط عليه. صلاح اهدافه اللي بيسجلها مع ليفربول معظمها اللي شاطها امبارح صدت. صلاح امبارح لو في حارس مرمى غير كورتوا كان صلاح سجل امبارح هدفين على الاقل. لعب زي ما هو عايز امبارح، يعني امبارح من احسن ماتشات صلاح بصراحه. عمل كل اللي عليه، يرقص ويباصي ويشوط ويعمل كل حاجه ما عدا الجون، انها تيجي جون لانه في حارس مرمى بيطير، معرفش ده مين حكايته، 17 متر طول ب 17 عرض سدد الجون وقفل الزوايا كلها فوق وتحت العارضه، حاجه عجيبه كورتوا اللي عمله امبارح، عشان كده خد رجل المباراه امبارح. ليفربول امبارح لعب ماتش والاثنين تقدر نص نص قدام بعض. يعني ريال مدريد فريق قوي جدا، ويعني وعنده خبره، ومدرب انشيليوتي ده مدرب قوي جدا وخبرات قويه جدا، ولكن كلوب ايضا مدرب عبقري. ولكن كان امبارح يعني ماني شط كوره صدها كورتوا ضربت قايم رجع تاني، يعني الطبيعي تدخل جون مثلا. يعني صلاح امبارح عمل كل حاجه في كره القدم، وزي ما بقول كده محمد صلاح ظاهره بمعنى الكلمه، ظاهره نادرا هنلاقيها مره تانيه، نتمنى نلاقيها بس نادرا. يعني قدامك الكام سنه الجايه مش هيبقى عندك محمد صلاح تاني، عشان كده بنقول نفتخر بمحمد صلاح، بنحب محمد صلاح، ومحمد صلاح بيحظى بحب غير مسبوق في بلده وفي العالم العربي وفي العالم. لم يحظى لاعب من قبل بهذا الحب الجارف لمحمد صلاح في مصر والعالم العربي.